السلام عليكم ورحمة الله. أنا معاكم أحلى مسقعة حلوة جدا هتنفعنا جدا في سحور رمضان. خلاص فاضل أيام قليلة، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هعمل معاكم أحلى مسقعة بالبطاطس والباذنجان، حلوة جدا مش هتاخد معك أي وقت خالص. بس قبل ما نبدأ لازم نسمي الله ونصلي على الرسول، تنزل اشترك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد وتفعل زر الجرس. يلا هقولكوا هنعمل ايه مع بعض. أنا جبت معايا باذنجان رومي 3، وجبت معايا 2 من البطاطس، وجبت معايا 4 من الطماطم، و2 من الفلفل. ده كل اللي هنستخدمه النهارده في المسقعه بتاعتنا. هعملها لكم بطريقه سهله وبسيطه جدا، احلى جدا من المطاعم بكتير من بره. من هنا ورايح انت اللي هتعملوها على طول في البيت وهتعتمدوا عليها، مش هتشتريها تاني من بره. هنا جبت معايا بوله هقشر كده البدنجان زي ما انتوا شايفين، انا حابه فيه اسيب فيه قشر بسيط. وهنا معايا الطماطم انا هقطعها كده زي السلطه، انا مش هضربها في الخلاط، هنقطعها كده مكعبات صغيره جدا مش هضربها في الخلاط. انا بحبها الطماطم بتاعت المسقعه تبقى مكعبات صغيره زي ما انتوا شايفين كده. هقطع كل الكميه، هقطع كده، انا مستخدمه معايا 4 من الطماطم. هخلص كده هقطع كل الكميه. خلصت كده الطماطم، هجيب معايا البطاطس هقطعها كده من الصوابع، هقطعها اكبر من الصوابع شويه بس مش عايزه تخينه، عايزاها حجم البطاطس الصوابع بالظبط، بس الصوابع بتاعتها عريضه شويه كده. خلصت البطاطس كلها، هقطع كمان البدنجان حلقات. زي ما قلت لك انا حابه البدنجان يكون فيه برضو قشر شويه. هقطع كده البدنجان اللي معايا، خلصته كمان، هرش عليه شويه ملح والبطاطس. وكده خلصنا الطماطم برضو، هنبدا نقلي بقلب في البدنجان. هقلي كده البدنجان، وهقلي كمان البطاطس، وهقلب هقلي برضو الفلفل كمان كده. بعد ما قليتهم هعمل لك الكميه دي، هعمل لك الكميه دي كلها. قلينا كل حاجه نص قليه كده. خلصنا، هنجيب معايا طاسه على النار، هنزل بمعلقه بشويه من الزيت، وانزل بمعلقه ثوم كبيره، هقلبها كده شويه لحد ما التوم ياخد لون معايا على طول. نزلت هنا ب2 من الفلفل الاخضر الحامي، انا بحب اقطعهم كده واقلبهم غير الفلفل اللي حطه. وهنا الطماطم اللي قطعتها نزلت بيها الفلفل والتوم، هقلبهم كده لحد ما الطماطم تشرب تسبك معايا كويس قوي كده. بعد ما اتسبكت نزلت بمعلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود. ومعايا كمان معلقه من الكمون، ده كل اللي هنستخدمه في المسقعه، مش هنحط اي بهارات تانية، دول هيخلي طعمها حلو جدا. اللي حابب يزود شطه يزود، بس هنحط فلفل هنا حامي شويه، مش عايزه اكتر من كده. اللي حابب يزود يحط شطه كده. خلصنا الصلصه، هننزل بالبدنجان والفلفل، وهنزل كمان بالبطاطس اللي انا قليتها، هقلبهم كده كويس قوي زي ما انتوا شايفين. مش هنستخدم اي حاجه كمان كده. المسقعه بتاعتنا خلصت، وكده خلصت المسقعه بتاعتنا معانا، حلوه جدا وطعمها وريحتها كمان احلى كده. خلاص خلصت معايا، عملناها بالبطاطس حلوه جدا. هغرف اوريكم شكلها، بصوا شكلها عامل ازاي، من الحاجات الحلوه جدا وسريعه كمان، وهتنفع جدا في سحور رمضان. وعملناها بطريقه سهله واحلى وانظف بكتير في البيت، هتعمليها
فيديوتين ثلاثة، ويا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسيش طبعا تستنين فيديوهات تانية جديدة، تشتركوا في القناة، عايزة لايكات حلوة وكومنتات كمان أحلى. ده كده شكل المسقعة بتاعت النهاردة، يا رب الفيديو يكون عجبكم وسهل وبسيط واستفدتوا منه كتير. ان شاء الله هشوفكم تاني فيديوهات تانية كتيرة، هعمل لكم وصفات وقولولي حابين اعمل لكم ايه كمان. هستنى تعليقاتكم من هنا، ورايحة نحضر لرمضان بقى. كل سنة وانتم طيبين، هنحضر مع بعض اشكال كتير من الاكل، وان شاء الله اشوفكم تاني فيديوهات تانية جديدة.